إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، هذه السورة ومطلع هذه السورة الجليلة أيها الإخوة ليس بدعا من سور أخر في كتاب الله، كسورة الماعون وما ورد في آخر المدثر وفي مواضع كثيرة من كتاب الله الأجل سبحانه وتعالى. يبدأ هذا المطلع أيها الإخوة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذه شيعة من شيعات الكفار وعلامة من علائم الجاحدين المنكرين للبعث والحساب والدينونة أيها الإخوة. وبعض الناس قد يتساءل عن سر هذا الربط بين التطفيف وبين كونهم على ما ذكرنا وبين كونهم على ما ذكرنا، وبسرعة أيها الإخوة يهرع إلى الاستنتاج أن المسلم أو المؤمن ينبغي أن يكون بالضد تماما
بالضد تماما من هذا الخلق، خلق التطفيف، يستوفي لنفسه كل ما يريد وما ينبغي له، لكنه يهضم الآخرين حقهم أو بعض حقهم. يستحيل أن يكون المسلم كذلك، لأن الله أيها الإخوة افتتح هذه السورة جاعلا من هذه شيئة وعلامة أيها الإخوة للكفار والعياذ بالله، جحدي البعث والدينونة. فلا ينبغي أن يكون المسلم كذلك بأي حال من الأحوال. والمسألة أوسع أيها الإخوة وأعرض وأعمق من أن تكون وقفا على ميزان الطماطم والأرز والقمح والشعير. في كل شيء أيها الإخوة، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، بالعدل قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى مع عدوك، مع بغيضك، ينبغي أن تقول الحق وأن تعطي النصف ولو من نفسك، وأن تقر بأنه عدوي وبغيض، ومع ذلكم له الحق وأنا المبطل. هكذا تكون مسلما، هكذا تكون مسلما. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مرة لأحد أصحابه: يا فلان، أتحب أن تكون من أهل الجنة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أحب لنفسك مثل ما تحب، أحب عفوا لأخيك مثل ما تحب لنفسك. ينبغي أن تحب للناس مثل الذي تحب لنفسك. أنت لا تحب أن تهضم فلا تهضمن أحدا، أنت لا تحب أن تظلم فلا تظلمن أحدا، لا تحب أن تغتاب وأن يقرض أديمك ويشرح عرضك، لا تفعلن مثل هذا بأحد من الناس. لا تحب أن تحتقر فلا تحتقرن أحدا من الناس. لا تحب أن يشمخ عليك أحد ويتعالى عليك، لا تشمخ ولا تتعالى على أحد من الناس. تحب أن يتواضع لك فتواضع للناس، تحب أن تعطى فأعطي، تحب أن تنصف فأنصف. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. في رواية أخرى بلفظ: وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بنفس ما تحب أن تعامل به، ستكون مؤمنا إن شاء الله، ستكون مسلما. والحديث العنوان، الحديث المفتاح أيها الإخوة في هذا الباب، وهو معروف لنا جميعا، وهو من أحاديث الأربعين، حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر، هذا مخرج في مسلم. الحديث المفتاح مخرج في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، من حديث أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ: لا يبلغن أيها الإخوة، لا يبلغن عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس. عمم هنا، واللفظ هذا أشمل الألفاظ في الهيئة الاجتماعية الناس أيها الإخوة، أشمل من المؤمنين لأن الناس مؤمن وكافر، أشمل من الإخوة، هناك من ليس بأخ لنا للمفارقة في الملة والاعتقاد والدين أيها الإخوة، أشمل الألفاظ فيما يتعلق بالاجتماع الإنساني لفظة الناس على الإطلاق. ولذلك من أراد أن يبحث عن النزعة الإنسانية في الإسلام ويستقري مواردها في كتاب الله فليبحث أولا عن لفظة الناس، لأنها الأشمل بإطلاق أيها الإخوة. هكذا إذن أن تحب للناس أيها الإخوة مثل ما تحب لنفسك. قال: أن يحب للناس من الخير مثل ما يحب لنفسه. هذا هو الإيمان. بعض الناس يقول: هذا زيادة مقامات ورفع الدرجات، هذا من نوافل الإيمان. غير صحيح،
هل تعتقدون أو تعتقدنا إخواني وأخواتي أن الرسول وهو أفصح من نطق بالضاد وأحسن من أبان عن مراد الله ودل عليه وعرف به ينفي الإيمان؟ طبعا الآن هل هو نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ يستحيل طبعا أن يكون مطلق الإيمان، لا، لأن الذي لا يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا، هذا مطلق الإيمان. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. لا، هذا نفي للإيمان المطلق وليس لمطلق الإيمان، أي نفي للإيمان الكامل. ولذلك فسرت هذه الرواية بما رواه أحمد وتلوته عليكم آنفا، لا يبلغن عبد حقيقة الإيمان، هذا هو حقيقة الإيمان. وطبعا جدير بنا أيها الإخوة أن نهتم بمعرفة حقيقة الإيمان. نحن لا نريد مظاهر الإيمان وطقوس الإيمان، ماذا نفعل بالطقوس والمظاهر التي لا تغني عند الله شر ونخير ولا فتيلة أيها الإخوة؟ لا، نريد الحقيقة، نريد الجوهر لكي ننجو ونسعد إن شاء الله تعالى، لكي نكون من المسعودين المقبولين عند رب العالمين تبارك وتعالى بفضله ومنه، هذا هو. فهل تعتقدون أو تعتقدنا إخواني وأخواتي أن الرسول ينفي كمال الإيمان، الإيمان المطلق بشيء أيها الإخوة هو من النوافل، من التحاسين، من رفاهية المعنى، من الحشو؟ يستحيل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره وكثيرون كالحافظ ابن رجب في الجامع رحمة الله عليهم أجمعين قالوا هذا يدل على أن هذه الخصلة من الإيمان الواجب، من واجبات الإيمان، هذا واجب. بل قال بعض علماء العصر إن من لا يتصف بهذه الخصلة يكون قد قارف كبيرة من الكبائر. ألا تحب لإخوانك أو للناس مثل ما تحب نفسك، أنت واقع في كبيرة. الله أكبر، مشكلة كبيرة جدا هذه. يعني معناها هذه لا تكفر لا بصيام عرفات ولا بالجمعة ولا برمضان ولا بالصلوات، كبيرة تحتاج أن تعلو عليها، أن تتنزه منها، أن تتطهر منها، وتحتاج إلى توبة بحيالها، تحتاج إلى توبة برأسها، توبة على حدة. وهذا غير بعيد أن ينفي النبي الإيمان ويريد كمال الإيمان أيها الإخوة لانتفاء هذه الخصلة، وتكون هذه الخصلة من واجبات الإيمان العظمى، الواجبات المهمة جدا، ليس ترفا. طبعا نحن نفهم هذه الأشياء على أنها ترف، أي من شاء أن يتسم بها جميل جدا أن يتسم بها لكي نستغله، يكون هو طيبا معنا ونحن نكون الخبثاء الحذاق الذين يستغلونه لطيبته المسكين. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين ومن صفات الأخساء من البشر الخسيس. كذا المرء عليه أن يجتهد أن يكون فاضلا ونبيلا، ليس فقط في نظر الناس، أولا وقبل كل شيء في نظر الله تبارك وتعالى. ما أجمل أن يكتب المرء عند الله أيها الإخوة نبيلا فاضلا، عبد نبيل من نبلاء عباد الله، ثم في نظر نفسه أن يكون عند نفسه، لست الذي يستغل طيبة الناس، لست الذي يستغل الخير فيهم، بالعكس أحرص دائما على أن أعادلهم بل أن أتفوق عليهم بالإفضال، كما قال أحد أسلاف هذه الأمة وأظنه محمد بن واسع رضوان الله تعالى عليه، قال طلب الفضل أي من الناس بالإفضال منك، فإن الصنيع إليك الصنيع منك. تريد أن يتفضل الناس عليك، أن يكونوا طيبين وجيدين معك، كن أنت كذلك. المثل العام عندنا يقولون كالذي يحب أي أن يأخذ ولا يعطي، وربما قالوها بأسلوب مزر جدا، يأكل ولا يخرج. هكذا الحياة، لابد أن تأخذ وتعطي، لابد أن تحترم لتحترم، وأن تتواضع لتواضع لك، وأن تبذل ليبذل لك، وأن تقيم لتقام، وهكذا. هكذا أيها الإخوة، أحب أن أبدأ بعد هذه المقدمة اليسيرة بملاحظة مهمة جدا في عالم الأخلاق والفضيلة. بعض الناس يظن أن هذا العالم عالم مشتبك وملبس وملغز وشديد التعقيد، يحتاج إلى عقول مفكرة وإلى أذهان متيقظة مستبصرة حتى نستطيع أن نفرق بين المتشابهات والمتلابسات والمتداخلات، وهذا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح، انتبهوا. والمسألة أيسر من هذا بكثير. أحد الحكماء قال يوما أيها الإخوة الحياة تمضي وتسعد، وأنا أقول وتشرف وتفضل هذه الحياة وتستقر وتهنأ حياة الناس. بماذا؟
قال بقدر يسير جدا جدا من المبادئ والأفكار التي تم اختبارها وتجريبها عبر الأجيال في مئات السنين بل في آلاف السنين في أفكار معينة كل البشرية صادقت عليها، كل الدنيا، كل الأديان الوضعية والسماوية، كل المفكرين والفلاسفة والمصلحين الواعين الأيقاظ صادقوا عليها. وتختصر أيها الإخوة في كلمات، في جملة، جملة ربما من ثلاث كلمات، خمس كلمات، أربع كلمات، جملة واحدة. هكذا تمضي الحياة بهذه المبادئ. ليس مجلدات كبيرة في فلسفة الأخلاق أو يا رب الأخلاق النظرية، لا، ليس هكذا أيها الإخوة. ولذلك المسألة يسيرة جدا كما قال عليه الصلاة والسلام، يسير على من يسره الله عليه، ونستطيع أن نحوصلها وأن نكثفها وأن نركزها في جملة واحدة. من الصعب جدا أن تجدوا مبدأ أخلاقيا مسلكيا اتفقت عليه القرائح وقررته العقول وصادقت عليه المواثيق والفلسفات والأديان سماوية ووضعية مثل ما نحن بصدد إيضاحه اليوم. من الصعب جدا. انخلوا أفكاركم كما يقال، من الصعب أن تصلوا إلى ضريع أو إلى مثيل لهذا المبدأ. مبدأ ماذا؟ مبدأ أحب لغيرك ما تحب لنفسك، الذي صيغة في الإسلام صيغة متفردة، سنشير بعد قليل أو بعيد قليل إلى فرادتها أو وجه تفردها. هذا المبدأ نادت به كل الفلسفات والأديان أيها الإخوة. نبدأ من الهندوسية في ملحمة الهندوس الكبرى المهابهارتا، مجمل القول والحكمة: لا تعامل غيرك بما لا تحب أن يعاملوك بمثله. قالوا هذا الخلاصة في المهابهارتا. في البوذية أيها الإخوة نفس المعنى: لا تعامل غيرك بما تجده أنت نفسك إذا عملت به مؤلما لك. نفس المعنى، الصياغ مختلفة قليلا جدا الاختلاف، نفس المعنى أيها الإخوة. هذا في البوذية أيضا. في اليهودية أو في الكونفوشيوسية، كونفوشيوس الصيني الحكيم الصيني في القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد على اختلاف، ماذا تقول الكونفوشيوسية؟ تقول نفس الشيء. هذا مثل أيها الإخوة المعاملة الطيبة: لا تأتي إلى غيرك ما لا تحب أن يأتي الغير إليك. هذا مثل المعاملة الطيبة، الخلق. يعني كان يقولون هذا هو القانون الأخلاقي الرئيس، هذا هو الجوهر، هذا العماد، هذا حجر الزاوية، هذا المفتاح. المفتاح هو هذا. عجيب. في الهندوسية، في البوذية، في الكونفوشيوسية، في اليهودية، في التلمود، في شباط أيها الإخوة ورد: لا تعامل غيرك بما لا تريد، بما تجده عفوا، بما تجده بغيضا مؤلما إذا عملت به هذا هو الناموس وكل الباقي شروح. وهذه كلمة عظيمة جدا جدا. قالوا هذا هو الناموس، هذا الشرع لله، هذا دين الله، يقول هذا الدين، هذا تعليم موسى. والباقي شروح، معنى الصلاة والصيام والزكاة والأشياء والطقوس والعبادات والقرابين، كلها شروح. هذا الجوهر، من كان كذلك كان عبدا لله، كان عبد الناموس، كان المتشرع الحقيقي. واليهود من أبعد خلق الله عن هذا الخلق، يقرروا تلمودهم وهم من أبعد خلق الله. وقد صدق الله فيما حكى عنهم ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله يقول: مستحيل أن أكون أنا الإله، ومعنى يقول على الله الكذب، لأن الله هو إله الجميع، المشرع الجميع، لأنه رب الجميع. من كان رب الجميع بالحري أن يكون إله الجميع، معبودة ومشرع ومقنن، مضيء الطريق وناهج السبيل والدرب للجميع. يقول: يستحي أن أكون أنا رب الجميع وأكون أنا إله الجميع، وأقول عليكم أو لكم أو يسوغ لكم أن تستحلوا حقوق غيركم. يستحيل، قال الله كذب هذا. وكل دين يشرع أمثال هذه الأفضليات الكاذبة أنا أقول لكم دين مزيف، ما يستحي أن يكون دينا من عند الله، لأن الله رب الجميع، إله الجميع. لماذا؟ يشرع لك ما تغتال به حقوق الآخرين، وكلهم عياله وكلهم عباده، ثم كيف تستجلبهم إلى دينك إذا كنت بهذه الطريقة الخسيسة جدا؟ ليس علينا في الأميين سبيل، مستحيل. ولذلك احذروا
من المسلمين الذين يعطون فتاوى مفصلة على قد ومقاس اللصوص والسراقين. هذه مناسك اللصوصية أيها الإخوة، هذا فقه اللصوص والسراق. يجوز سرقة الأموال العامة وربما حتى الخاصة في بلاد غير إسلامية كالتي نعيش فيها ونحيا برزقها ومن فضلها بعد فضل الله تبارك. هؤلاء اللصوص ليس لهم علاقة بالإسلام، هؤلاء أشباه اللصوص من بني إسرائيل الأولين. الإسلام منهم براء، والخلق منهم براء، والدين والفقه ونحن منهم براء والعياذ بالله أيها الإخوة. شوهوا محي الإسلام، يسرقون من هنا ومن هناك، وبعضهم مشايخ ولهم مؤلفات. نعرف بعضهم في بعض البلاد الاسكندنافية سمعنا عنهم، شيء عجيب جدا جدا لا يكاد يصدق، وكانت فضيحة كما نقول بالعامية بجلاجل في التلفزيون الدنماركي، فضيحة. شيخ وإمام ويؤلف ويبيح اللصوصية باسم ديني، عن أي دين تتحدث يا مجرم؟ للأسف شوهوا ديننا، مستحيل، هذا ليس ديننا على الإطلاق. طيب، إذن هذا هو الناموس أيها الإخوة. والباقي شروح في إنجيل متى، في المسيحية أيضا في إنجيل متى، ما تحبون أن يفعل الناس بكم أنتم أيضا فافعلوا، أي فافعلوا بهم مثله. هذا هو الناموس والأنبياء، قالوا هذا هو الكتاب والسنة، يعني الناموس والأنبياء الكتاب والسنة، الله والرسول قال هذا هو، هذا افعل للناس وبالناس ما ترضى وما تحب أن يفعلوه بك. غريب جدا هذا، شيء يثير التساؤل. يعني الهندوسية، البوذية، الكونفوشيوسية، اليهودية، المسيحية، وأخيرا الإسلام، كلها تقرر نفس المعنى، نفس المفهوم، نفس المبدأ. أنا أقول يبدو أن هذا ليس نتيجة الاختبار البشري الطويل لهذا المبدأ لنجاعته وصلوحيته بمقدار ما يعكس وحدة الأصل الإلهي. هذا أصل العدالة، بالعدل قامت السماوات والأرض، هذا هو العدل. لا عدالة في أن تميز نفسك من الناس فترضى لنفسك ما لا ترضاه لهم، وترضى بهم ما لا ترضاه بنفسك. يستحيل، يستحيل. هذا لابد أن يكون له أصل إلهي، أصل إلهي. ولذلك القرآن يقرر هذا أيها المبدأ وهذا المفهوم بطرق عجيبة جدا جدا. بعض الناس يقول أين هذا في كتاب الله؟ نحن نعرف الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. لا، موجود. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لماذا؟ أنتم لستم متفردين، لستم استثناء، أنتم كنتم مشركين وكفارا، من الله عليكم فأسلمتم، لم يشكك أحد في إسلامكم ولم يستبح دماءكم بحجة أنكم تدعون. فلماذا ادعيتم في غيركم أنهم يدعون واستحللتم دماءهم لتأخذوا أغنامهم؟ القرآن يقول هذا. إذن يقرر المبدأ في سياق قصة واقعية عجيبة جدا جدا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. القرآن يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقرير آخر بشكل رابع لنفس المبدأ، لنفس المفهوم الذي أطبقت عليه كل الأديان والأفكار والفلسفات العظمى في تاريخ البشر أيها الإخوة. وهذه الآية الجليلة من سورة النساء فيها تفسيران مشهوران ذهب إلى كل فريق. بعضهم يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معنى هذه الآية الجليلة أيها الإخوة أن من ولي شيئا من أموال اليتامى وكان وصيا عليها وعليهم أيها الإخوة فليتق الله وليخشه ولا يسارع إلى تغولها وإلى أكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولينزل نفسه منزلة مورثهم الميت ولينزل ذريته الضعاف من بعده حلمات وهم ضعاف صغار منزلة الموصى عليهم من قبله ووصي عليهم الموصى عليهم من قبله. فإذا أحب أن لا يفعل بأولاده الضعف العجز الأيتام من ورائه أي من بعده أيها الإخوة من بعد حياته يعني بعد موته أن لا يفعل بهم إلا الخير فليفعل الخير بهؤلاء. تفسير قوي جدا، وهو الذي ذهب إليه الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال هذه الآية في الرجل أيها الإخوة يخشى أن يموت ويخلف وراءه يتامى ضعفة صغارا يخشى عليهم العيلة والضيعة
فقال الله له: فاتق الله في من كنت وصيا فيهم وعليهم. اتق الله إذن واخشى الله ولا تضيعهم ولا تتغول أموالهم. إذن أن تحب لغيرك مثل ما تحب لنفسك، أنزل نفسك بنفس المنزلة. عجيب، تقرير عجيب جدا جدا، ويحرك الفطرة أيها الإخوة، لمن كانت له فطرة سليمة غير معكوسة ولا منكوسة. وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال بهذا ابن عباس ورجعه ابن كثير. الحافظ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري قال: لا، معنى الآية شيء آخر. جميل. قال: هذه الآية أيها الإخوة يتوجه بها الله تبارك وتعالى إلى من حضر الميت لدى الإيصاء. الميت وهو يموت يوصي الآن، يوصي. فربما قال بعض من حضر: أي فلان اتق الله، فإن ولدك وأهلك لا يغنون عنك من الله شيئا. فأوصي لفلان وأوصي لفلان وأوصي لفلان، الوصية من الأجانب، فلا يزالون به أيها الإخوة حتى يذهب أكثر ماله في إيه؟ في الأجانب. وهذا حيف وظلم في الوصية. لماذا؟ ضيعت حقوق إيه؟ أولادك، ضيعت حقوق أهلك، ضيعت حقوق الورثة من أصحابي الأنصباء والفروض وحتى من غيرهم، ضيعت حقوقهم. الله يقول لهؤلاء الحاضرين: اتقوا الله تبارك وتعالى واعكسوا القضية، مثلوا أنفسكم أنتم الذين تموتون وأولادكم وأهلكم من ورائكم، مثلوهم من ورائكم يكونون. فماذا عساكم تطلبون أن يقال لكم؟ أفقولوا لهذا مثل ما تقدرون أن يقال لكم أنه المعدلة وأنه الحق وأنه الخير بأولادكم وذرياتكم. جميل، هذا رجحه ابن جرير. لكن على كلا التفسيرين أيها الإخوة، وهو قويم إن شاء الله تعالى، الآية تقول: أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب لغيرك ما تحب لنفسك. ونعود أيها الإخوة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. إذن هذا أيها الإخوة من واجبات الإيمان، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره: التزام هذا كالتزام الصلاة والزكاة والصيام، يعني الإقرار به، يجب أن تقر بهذا كالصلاة، ليس فضلا منك أبدا. ولأبي حامد الغزالي تعليق في غاية الروعة، آية من آيات الفهم الدقيق أيها الإخوة، علقه على حديث لصاحب الجليل طالما اقتبسناه، وحري بأن يقتبس وأن تذكر به الأمة، ولقصة وحكاية وقعت له، والحديث مخرج في الصحيحين. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح للأمة، أن أنصح. النصيحة ليست كلاما يقال، أدفايس يعني، ولا رات تقول رأيا للناس، لا، ليس هذا. النصيحة كلمة جامعة، كما قال الخطابي وأبو عمر ابن الصلاح رحمة الله عليهما: النصيحة كلمة جامعة يراد بها قيام الناصح للمنصوح بما فيه خيره إرادة وفعلا. أريد له هذا، وفعلا بالقول والعمل أيضا أحقق الإرادة هذه، أن أوصل له الخير بإذن الله تعالى، حتى وإن كان في نفسي حسكة، لأن النفوس لا تخلو من حسد، وما خلا جسد من حسد. لا، انتبه، إياك، قاوم حسدك، أعلو على نفسك، تقوى لتكون مؤمنا صادقا، لا تصرع عنك هذه الصغائر النفسية، هذه المهلكات الردية والعياذ بالله، لأنك تريد جوهر الإيمان وحقيقة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تقاوم نفسك، أن تكون أقوى من هذه النفس التي تنزع بك إلى شر منزع، التي تنزع بك إلى شر منزع. وكان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا قام إلى شيء يبيعه جعل يبين ما فيه من عيوب، يقول المشتري: لكن فيه عيب كذا وهذا فيه عيب كذا، عن أشيائه. فقيل له: يا جرير، إنك إذا ظللت على هذا لم ينفذ لك بيع. فقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا يعنيني، ليست قضيتي أن أبيع أو لا أبيع، أكسب أو أخسر، ليست هذه القضية. النصح للمسلمين خير عندهم الدنيا والآخرة يا جماعة. رجل بعد رجل صادق. قال مولانا أبو حامد الغزالي قدس الله سره: فبان بهذا أنهم لم يفهموا من النصح أنه مجرد قول ومجرد زيادة في الدرجات.
أنه شيء يعني لمن شاء أن يعلو، لا، بل فهم النصح على أنه من شروط الإسلام وعليه تمت البيعة، هذا من شروط الدين. قال وهذا عسير على أكثر الخلق أن تنصح للناس مثل ما تنصح نفسك وتحب لهم الذي تحب لنفسك وتكره لهم الذي تكره لنفسك. قال أبو حامد وقد صدق، والله صدق، هذا عسير على أكثر الخلق وصعب، ولذلك يفرون أيها الإخوة، يفرون العبادة في الخلوات والمعتزلة، يعتزلون لأنه ضعيف، ضعيف الشخصية، يقول لك لا أحسن ألا أخالط الناس، لأنه لا يقوم بأمر الله ومراده مع الخلطة إلا الصديقون، اللهم اجعلنا منهم. قال هذا الصعب، الصعب أن تخالط الناس وأن تكون صديقا، أن تقضي بالحق على نفسك، تشهد بالحق حتى على نفسك. الله قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأخوات، تقول نعم الشهادة لله أنني أنا المبطل، أنا أخطأت يا جماعة، الشيطان استزل، أنا المخطئ. هل سمعتم أحدا يقول هذا؟ إن شاء الله كل 30 سنة نسمع مرة، ما في، لا تكاد تقع واقعة صغيرة أو كبيرة حتى في أمور سفسافية صغيرة حقيرة، إن الكل يبرئ نفسه وأنه المظلوم أيها الإخوة وأنه المهضوم، شيء عجيب جدا، أين الإنصاف؟ كلكم مظاليم، كلكم براء، فمن سرق المصحف؟ كلكم كمل فأين النقص إذن؟ ما هذا؟ لماذا لا نعترف؟ أنا الشهادة لله أنا الأخطأ، أنا البادئ يا جماعة، فاستغفروا لي الله، ما في هذا، لكن هذا يريد مؤمنا صادقا كالصحابة رضوان الله عليهم. يحكى عن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام أنه لما أمره الله ببناء بيت المقدس فقال يا رب وأين أبني؟ قال إذا رأيت الفارس مشرا سيفه فثمت، فرأى يوما فارسا مشرا سيفه فسأله ألك أرض؟ قال نعم هذه أرضي. قال أريد أن أثامنك عليها، تبيع؟ قال أبيع. بكم؟ قال بألف. قال هذه الألف ادفعوا له، ملك هذا عليه السلام. فقال يا نبي الله أستنصحك، الأرض خير أم الألف؟ قال الأرض. لا الأرض تسوى أكثر من ألف، أنت طلبت ألفا لكن هي أكثر من هذا. قال أخلني بيعتي. قال أقلتك، يا بترجع، ومن أقال مسلما بيعته أقال الله يوم القيامة عثرته. قال أخلني بيعتي، شو أخلاق الأنبياء، تكلم نحن على الأخلاق، أخلاق الأنبياء، هذا الدين، مش الدين اجمع وامنع وعمل لحالك ولحية، مش هذا الدين، مش هذا الدين، الدين سلوك، الدين عمل، الدين معاملة مع الله ليست مع الناس، ولا كلام في الناس وخطب مثل خطبي هذه، لا، دين معاملة مع الله بينك وبين الله، انسى الناس، انسى العالم، انسى الدنيا والآخرة، عامل الله، عامل الله، فأنه من وراء قلب كل امرئ ولسان، نسأل الله الصدق. قال الأرض خير، قال أخلني، قال أقلتك. فقال له سليمان بألفين تبيع؟ قال بعت. قال يا نبي الله الألفان خير أو الأرض؟ قال الأرض. قال إذن أخلني، قال أقلتك، وهكذا حتى بلغ به الخمسة الآلاف أو خمسة آلاف، ويقول لا الأرض خير من خمسة آلاف. ثم قال له نبي الله كم تريد وأنا أعطيك؟ قال يا نبي الله أسمي الذي يرضيني؟ قال سمي أعطيك، سمي أعطيك، أنا نبي مملك عندي، سمي أعطيك. قال تملأها علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال املأوها له، النصح، نصح، استنصحك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا قال عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وأن ينصح له إذا استنصحه، يخطب إلي ابنتي يقول يا أخي هل تصلح لي؟ أقول له في الحقيقة لا تصلح، في عقلها شيء وفيها عيب كذا وكذا، في ابنتي أنا عاصرت حالة واحدة وحيدة إلى اليوم في حياتي أيها الإخوة في هذا الصدد، رجل أعرفه كان أخا لي في الله، تشرفت بمعرفته، وهو يعني طبعا يعلون سنا أكبر مني بكثير، لكن كان أخا لنا في الله مهندسا فاضلا، جاء أحد إخواني من العلماء كان عالما، رجلا عالما، أراد أن يتزوج أخته، فقال يا أخي واجبك مسلم أن أنصح لك، أختي فيها واحد اثنين ثلاثة. قال يعني إيه؟ فأنا أريدها على ذلك. قال أنت وما اخترت، لكن فيها عيوب كذا كذا، وعيوب لا تذكر، عيوب باطنة تنفر الرجل، ذكرها. هذه النصيحة. لكن قبل أشهر يسيرة سمعت عمن تزوج ممن أعرفه وقال له أصابها حرق يسير، وإذا به حرق عظيم جدا جدا، ذهب بنصف صدري الأيمن،
والرجل يعيش الآن في تعاسة. لماذا؟ لماذا الكذب والغش؟ من غشنا ليس منا، ليس مسلما صادقا، ليس مؤمنا كما من يغش. لماذا تغش يا رجل؟ وللشهادة أعرف أخا لنا في الله في هذا المسجد المبارك أراد أن يبيع سيارة أيها الإخوة تقريبا بعشرين، فبين ما فيها فانحط تقريبا إلى النصف. قالوا أنا راض، أخذت النصف لكن بعد أن بينت قلت سيارتي فيها عيب كذا وكذا وكذا، فلما فحصت عند الخبراء نقص ثمنها إلى النصف. قالوا أنا راض بهذا. قلت كثر الله من أمثالك، أخ معكم بفضل الله تبارك وتعالى، كثر الله. هؤلاء يونس ابن عبيد رضوان الله تعالى عليه كان بزازا يبيع القماش والبز والخز والأشياء هذه أيها الإخوة، وكان معه في محله في دكانه ابن أخيه، وكان قد قسم ونوع أيها الإخوة ما يبيع من قطع القماش إلى ضربين، ضرب بأربعمائة وضرب بمائتين. فعبر يوما إلى المسجد يصلي أي العصر جماعة، فجاء أعرابيا باديا لا يعرف، وقال صلم كما في حديث الطبراني غبن المسترسل حرام. غبن المسترسل، من هو المسترسل؟ الذي لا يعرف الأسعار، يقول لك بكم هذا؟ تقول له جيد جدا أليس كذلك؟ يسوى مئة عليه، يقول لك نعم يسوى مئة ولا يسوى عشرة. مسترسل مسكين هذا، كما تقول له يصدق لأنه يعرف الأسعار. النبي قال غبن المسترسل حرام، رواه الطبراني. طبعا حرام والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. موضوع تراض منكم يا أخي يا أيها الفيلسوف في الإسلام مقيد مشروط بكل ما نحن فيه، بعد أن تبين له وبعد أن تنصح له وبعد أن تذكر كل شيء. ولا يحل لمسلم في حديث عقبة وفي حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا أيها الإخوة، لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا يقال باع منه، أي باع له، انتبهوا إذا قرأتم حديثا أو في اللغة الفقهية باع منه شيئا يعني باعه له ليس اشترى، باع منه يقال، لا يقولون باعه إلا قليلا أو باع له، لا يقولون باع له، يقولون باع منه. فلا يحل لك أن تبيع من أخيك أي له شيئا فيه عيب إلا بينت، بل ولا يحل لمن يعلم إلا أن يبين من غير البائع. يقول له يا أخي انتبه، أنت اشتريت هذا فيه عيب، سيغضب هذا يقول لك أفسدت علي بيعي. يقول له هذا واجب علي شرعا، أنا حضرت لي الصفقة، يجب أن أبين. أنت حر، أنت ما اخترت، لكن أنا يجب حتى لا أسأل عنك. ما شاء الله تبيع وتدخل إيه، ما شاء الله تدخل الدنانير في كنزك وأنا أدخل النار بسببك، لا سأبين واغتظ شق ثوبك، أنت حر. هذا شرع بفضل الله، أمة كالجسد الواحد، الله جعلها كالنفس الواحدة أيها الإخوة. على كل حال، فعبر إلى صلاة العصر فجاء أعرابي مسترسل فاشترى إيه؟ شق يقولون يعني قطعة قماش من ذوات المئتين، استحسنها. قال بكم؟ قال ابن أخي يونس قال بأربعمائة. أترضى؟ قال حسن جدا، هذه طيبة ممتازة. أخذها وهو راض، حمل على يده وسعى بها، فقفل يونس في الطريق فصدفه في طريقه فعرف سلعته. قال بكم؟ قال بأربعمائة. قال لا يا أخي هذه بمئتين، تعال معي. قال رضيتها وهي حسنة. قال يا أخي لا تسوى أكثر من مئتين، تعال معي. وجاء وخيره، إما أن يقيله بيعته، وإما أن يشتري من ذوات الأربعمائة، وإما أن يرد إليه مئتي درهم. فرد إليه المئتي الدرهم وتغيظ عن أخيه، قال أما استحييت؟ أما اتخيت الله تكسب مئتين مثل هذا الثمن وتترك النصح للمسلم؟ قال له ما في نصيحة، النصح للمسلمين قال له خير من الدنيا وما فيها. يا جاهل، قال له ما في تقوى، ما في حياء من الله، أما استحييت؟ هو رضي، قال له رضي وأنت تركت النصح. شوف التقوى لوين، تقوى اللهم اجعلنا أمثالهم. قال بقول لك إيه السبب، إيه ذل المسلمين اليوم وغلب المسلمين، غلب المسلمين. هذه أمة إيش تستحق؟ مسكينة هذه الأمة، علينا أن نكون صرحاء. هذه أمة بكرة قدم تبيع نفسها، تبيع قوميتها ودينها وأخوتها ومبادئ دينها، وتتابع الإعلاميين المجانين الفسقة والعياذ بالله الذين يريدون أن يمزقوا ما بقي من وحدة هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك إيه سبب الذل الذي نحن فيه؟ أمة ما في رشد، انتهى الرشد أيها الإخوة. علينا أن نعود حقا وصدقا إلى صراط الله المستقيم، هكذا أيها الإخوة، هذا هو. فهذا لا يقوم به كما قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره إلا الصديقون أيها الإخوة. اللهم اجعلنا من الصديقين، ولو على نفسك، ولو على نفسك. وعودا على بدء أيها الإخوة، المسألة ليست بتلكم الصعوبة ولا بتلكم المشقة، وعموما الفضائل
ومهمات الأمور، أنا أقول لكم يدل عليها وينهج سبيلها ودربها بجمل قصار وربما بجملة. ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهله القرشيين والكفار العرب من أهلي وغير أهلي؟ ماذا كان يقول لهم؟ كلمة، يطالبهم بكلمة، يقول لهم أنا ما أريد منكم إلا كلمة، قولوها واعتقدوها والتزموها، لا إله إلا الله فقط، هو تصيب عز الدنيا وشرف الآخرة بهذه الكلمة، تدل لكم العرب بكلمة، لأن جوهر الدين في نهاية المطاف كله، هذه المجلدات بالآلاف، كل هذا يعود إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جوهر المعاملات، كل المعاملات بين البشر، معاملة الزوج لزوجه والزوجة لزوجها والأب والأم لأولادهما والصديق لصديقه والجار لجاره والرئيس لمرؤوسه والمرؤوس لمديره إلى آخره، كل المعاملات والعائن الجاه والجاه العائن، كل المعاملات إيش جوهرها؟ العدل، العدل، أن تكون عادلا، وروح العدل أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. روى ابن جرير بإسناد لكن فيه متروك عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال إذا أحب الرجل أن يكون شراك نعله، السير، سير النعل، شفت هذا الشراك هذا؟ ما سواش حتى هذا 10 سنت، سير النعل، الشراك اسمه باللغة الفصحى، شراك نعله خيرا من شراك نعل أخيه، دخل في قوله تعالى يريدون علوا، قال هذا عال يحب أن يتفرد على الناس، يموت أيها الإخوة لو رأى الناس مثله. ماذا تريد إذن؟ تريد أن تكون ربا؟ يريد أن يكون فوقك، تكون سيارته أحسن من سيارتك، منزله أحسن من منزلك، حيثيته الاجتماعية، لماذا يا أخي؟ متأله أنت، رب أنت، أنت ابن الدود، وإلى الدود غدا، غدا تموت يأكلك الدود، ما هذه السخافات الشيطانية؟ لماذا؟ كن متواضعا هينا قريبا، لا نقول لك ارضى نفسك أن تكون دون الناس، لكن لا تطلب أن تكون فوق الناس، كن مثل الناس، لأنك عبد، العبودية جمعتكم، الذل لله جمعكم، أنتم الفقراء وفخر الله جمعنا جميعا، كلنا أبناء التراب وأبناء الدود أيها الإخوة، انتهى. لماذا؟ هذا هو، هذا هو. إذن المسألة يسيرة وقريبة وهينة أيها الإخوة، ولكن لمن أرادها، أنا أحب أن نخرج بهذه الخلاصة اليوم، لمن أرادها، ما معنى هذا؟ ليس صعبا بالمطلق على الإطلاق أن تكون فاضلا ونبيلا ورجلا كريما عند الله وعند نفسك وعند الناس بإذن الله تبارك وتعالى، فعلا رجل مستقيما يتسق ظاهرك مع باطنك، ليس صعبا، وممكن أن تدل على ذلك بكلمة هي ما نحن بصدده اليوم، أحب لنفسك ما تحب، أحب لغيرك ما تحب لنفسك، أحب للناس ما تحب لنفسك، انتهى خلاص، ستكون أفضل الناس وأنبل الناس والله العظيم في كل شيء، لكن كن صادقا، لا تخادع نفسك، تقول أنا أحببت له، أنت ما أحببت له، أنت غششته، أحب حتى حين تريد أن تدخل في تجارة، في صفقة مع أحد الناس، لا تقول عن تراض، ارضى لأخيك ما ترضى لنفسك، إذا هو وافق المسكين قال لك 3%، الله أكبر نعمة، بارك الله فيك، غيرك أعطاني 1.5%، قل له لكن 3% قليل، أنا أعلم أنك تستحق 7%، 10%، 15%، ولو كنت مكانك لم أرضى إلا بهذا، فأنا أعطيك يا أخي 15%، هذا الإيمان، هذا التقوى، ولعنة الله على الدنيا، ولعنة الله على الأموال، ولعنة الله على الكنوز الفارغة، والله العظيم، ماذا نريد منها؟ لا، أنا تذهب إلى الجحيم الدنيا، كسبت إيماني وشرفي ورجولتي واحترامي لشخصيتي لنفسي، أنا صادق، إذن هذا هو، إذن يمكن أن تدل عليه بجملة واحدة هي هذه، ولكن هل تريد أن تكون فاضلا؟ هل تريد أن تكون نبيلا؟ هل تريد أن تكون تقيا؟ من هنا سر أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة يقيد بالإرادة، لمن أراد أن يذكر أو أراد، لو أراد سيجد مذكرا، سيجد مشكرا لله، موضعا للشكر، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذا أردت فقط تريد الآخرة سترى الدرب أمامك العظيم، ليس صعبا أبدا، تريد التوبة ستراها طوع يمينك التوبة، تريد الاستقامة أمامك، نهجك أمامك، هذا سبيلك الاستقامة، لكن تريد، ولذلك أنا أقول لكم هذا حكم قاس مع أنه صحيح وواقعي، كل من يدعي أنه لا يستطيع أن يكون نبيلا أو تقيا أو تائبا أو
قل له كذبت على نفسك قبل أن تكذب علينا، أنت لا تريد، والله لو أردت لأعانك الله، وإنه ليسير على من، لكن أنت تلعب، أنت تشتهي وتهوى، أنت تأتي مشتهياتك وأهواءك وتميل مع عميالك النفسانية، أنت معبودك نفسك، ليس معبودك الله تبارك وتعالى، أنت ما تعبد الله، تعبد نفسك وهواك ومصلحتك ولذتك، لذلك تفعل ما تفعل وتعجز عما أنت عنه عاجز لمن أراد. وإلا المسألة كلها تلخص بجملة واحدة، بكلمة واحدة هذا. ولذلك النبي كان لا يعجزه سؤال، يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة يباعد من النار، دلني على النجاة، دائما كان يعطي الجواب وبجملة وبجملة. قال لبعضهم لا تغضب، أوصل لا قال لبعضهم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك، انتهينا. هذا هو. قال لسفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة الخير دل عليه بجملة، جوهر الأشياء دائما جملة. نقول لكم العلم نقطة كثرها الجهل، الفضيلة نقطة كثرها الجهل، والكذب وخور الإرادة. نسأل الله أن يحيينا بإرادة وبعزيمة ربانية تكسبنا توبة صادقة لا نعود بعدها إلى الذنب أبدا، وتحملنا على ما حملت عليه عباد الله الفضلاء الأسخياء الطيبين المباركين. اللهم أمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أدرك عندنا من أدرك، أي من الأولياء والعرفاء الكبار والصلحاء، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والنصح لكل الأمة، للأئمة والعلماء والعامة. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا من عبادك.